نجحت بالماضي لم تقتصر فقط على جانب المنتخب كمجموعة، بل وصلت إلى اللاعبين ممثلين بإسلام سليماني الذي نجح والآخر في تحطيم رقم قياسي صمد لسنوات طويلة بعد أن سجل هدفه 37 رفقة المنتخب، متجاوزا رقم نجم المنتخب السابق عبد الحفيظ تصفاوت الذي سجل 36 هدفا طيلة مشواره مع المنتخب الوطني. وليس هذا فحسب، فإسلام سليماني على بعد 3 أهداف فقط عن ديدي دروغبا النجم السابق لمنتخب كوت ديفوار، وهذا فيما يخص الأهداف الخاصة بتصفية كأس العالم لقارة إفريقيا. فإسلام سليماني يملك في رصيده 15 هدفا وديدي دروغبا في رصيده 18 هدفا.